اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا مقالي ومقاله وشفنا ثمره المشاركه مع الكبار وشفنا كمان دفتر الاحوال الحمراء وما فيها من تفاصيل عن كل لاعبتنا، لكن زي ما قلت لكم يبقى هناك كلام كثير. بعظمه لسانه وبعظمه لسانه ما بنفتريش على حد، كل واحد قال حاجه بيتمسك من عظمه لسانه. بالمناسبة الحلقة اللي فاتت كان نتيجة خطأ تقني تدخل علينا الأمر بين فيديوهين، فيديو للكابتن مبارك مصطفى، ومبارك مصطفى واحد من أهم نجوم الكرة القطرية في تاريخها، لاعب مهم جدا من سنة 92 ل 2004، حدث خلط ما بينه وبين فيديو لجمال مبارك الكويتي، فهنشوف نفكركم باللي قاله مبارك مصطفى عن شهادته عن النادي الاهلي. كلام مهم جدا لنجم الكره القطريه الشهير مبارك مصطفى اللي ليه كل الاحترام والتحيه، زي ما قلت لكم هو واحد يعتبر ثاني هداف الكره القطريه في تاريخها، حاجه كده كبيره جدا في الكره العربيه والقطريه. الكابتن مبارك مصطفى نفكركم بكلامه. حسب رايك مبارك مين؟ انا من عشاق النادي الاهلي المصري. والله طبعا. النادي الاهلي المصري خذ دقيق. خذ دقيق. باخذ دقيقه اكيد. شوف تاخذ دقيقه. اي باخذ دقيقه. تاخذ دقيقه. لحظه يعني بطوله العالم، بطوله العالم خلي الانديه خلينا نشوفه خلينا نحسب لك يا ودي الامور دقيقه جدا. اي اوكي الامور مش جاهز. جاهز تل تفضل. شوف انا من محبين النادي الاهلي، الخطيب بعدها ابو تريكه، مجموعه من اللاعبين، يمكن شجعت الاهلي وحضرت لهم يمكن ثلاث مباريات في مصر، وكانت المباريات طبعا الملعب كان فل، والاهلي من الفرق اللي يعني انا احترمه كثير واحبه كثير، وافضل ان الاهلي يكون يشارك في بطوله العالم على اساس انه يزين حتى الانديه العالم بمشاركه الاهلي. وانا ادري بك انت اهلاوي بس طبعا ما راح تتكلم هالكلام، انا ادري ترى عليك 10-0 وتضارب سماوي اليوم، يعني رايحه عليك اليوم. اتوقع ان انا اتفق مع الاثنين اللي لابسين سماوي. يا عبد الكريم اسمح لي، انا معاك في الكويت العربي لكن في مصر مع صابر ومع فتحي. الوقت انتهى. خلصت انت ما شاء الله عليك. انا ما قلت انا خلصت. اي بالوقت.